السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا بسعدني أكون معكم زملاء وزميلات الكرام لنتابع في سلسلة All About Irrigation in Endodontics، ونحكي إن شاء الله اليوم عن بعض الطرق الأخرى الداعمة لعملية الـ Agitation أو الـ Irrigation مثل الأوزون والألترافيوليت والإنفراريد لايت، ونحكي أيضا عن بعض الدراسات اللي تعمل نوع من المقارنة بين الطرق اللي حكينا عنها. بدي أكد على وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال الروابط أو من خلال الباركود لطرح أي استفسار. ممكن أيضا طرح الاستفسار في التعليقات على الفيديو. بجدد تأكيدي على دعمكم من خلال اللايك شير كومنت والسبسكرايب. خلونا نبدأ. أيضا هناك طرق أخرى عديدة سأكتفي بذكرها مثل تحت الحمراء فوق البنفسجية، تعتمد على تشعيع لايت ألترافيوليت داخل القناة على شكل فايل، بيعطيني لايت تقريبا بطول موجي 254 نانو متر. الحقيقة هو يعني ممكن اعتباره داعم بعد الإرواء بهيبوكلوريت الصوديوم، ودائما طبعا مثل ما قلت بعد الهيبوكلوريت الصوديوم، لأنه الإشعاع الألترافيوليت مع كمية بايوفيم سميكة وكبيرة ممكن الحقيقة ما يوصل للطبقات العميقة اللي بتضل محمية. لذلك هو بيستخدم بعد عملية الإيريجيشن بالهيبوكلوريت الصوديوم اللي بتتيح لي إزالة أكبر كمية من الجراثيم، وبيجي بعدين الألترافيوليت ليعمل لي نوع من السبورتيف أكشن. أيضا من الطرق المستخدمة في عملية الإيريجيشن أكتيفيشن عندي سوبر أكسيدايزد ووتر، واللي أيضا يدعى في روسيا بالإلكتروكيميكالي أكتيفيتد ووتر. هو عبارة عن سالين مؤين بيعطيني ماء عالي الأكسدة مع حمض كلور المي وجذور كلور حرة، بتعطيني بالتالي الجذور هي فعالية المضادة للبكتيريا. توفر تجاريا باسم ستيريلوكس، والحقيقة هو مرخص تقريبا أكثر من $50 سعر العبوة. يدعي أنه مزيل للأسمرلاير، قاتل للبكتيريا وأيضا مزيل للديبريز، طبعا بحاجة إلى استاديز أكثر. عنا أيضا الأوزون، والأوزون من المعروف أنه هو مؤكسد قوي بيملك أنتيبكتيريال أفكت ومع إمكانية تعقيم لكامل القناة، لأنه مثل ما نعرف هو غاز فممكن يوصل لكل أجزاء القناة، وبالتالي ما عاد نحن نخاف من الديد زون إيريا اللي هي الفايبر لاك ووجود الفقاعة الغازية اللي ممكن ما تتيح دخول الإيريجانت. وتطبيقه سهل، هو عبارة عن جهاز بيتطبق عند مدخل الحجرة، بيطبق من فتحة المدخل بإحكام طبعا عبر كاب مخصصة إلى عدة أحجاب حسب شكل السن حجمه، فيها كانولة بتدخل داخل القناة. طبعا دائما يجب استعماله فريش، عمره تقريبا 30 دقيقة. من سلبياته أنه مسبب لبعض التأثيرات الجانبية على الرئة، العيون، صداع، جفاف الفم. يعتمد على أنه هو بيطلق جذور الأكسجين الوليد O1، لأنه هو عبارة عن جزء أكسجين ثلاثي بيتحلل الأكسجين العادي والجزء الأكسجين الوليد اللي هو بيتميز بأنه هو عمل مؤكسد قوي، فبيعمل لي فعل مضاد للبكتيريا. الأنظمة اللي بتقدم لي الأوزون متوفرة تجاريا، عندنا النيو أوزون واتر إس يونيت، وعندنا الهيل أوزون من كافو، والأوزوتوب. مبدأه مثل ما حكينا أنه هو الأوزون بيحكم أنه مؤكسد بيزيد النفوذية الوعائية للخلية الجرثومية، وبالتالي بيدخل حتى يسبب قتل الخلية. بعد ما تكلمنا عن التكنيكس المختلفة في عملية الإيريجيشن والأجيتيشن، خلونا نستعرض بضع من المقالات والدراسات لنعمل نوع من المقارنة بين هاي الطرق، ونشوف هل نحن بحاجة فعلا لتنشيط المحلول، شو الطرق الأفضل من خلال هاي الدراسات. في دراسة الحقيقة فيترو قارنت بين تقنيات الإرواء المختلفة وتقنيات الأجيتيشن المختلفة، قرصت إلى أنه كل التقنيات كانت أفضل من الإرواء العادي بدون تنشيط، وأنه التنشيط اليدوي مشابه كان للتكنيك النيجاتيف اي بي كالبريشر، واخيرا انه الالتراسونيك كان هو الافضل كافيكسي من بين طرق التنشيط.
في دراسة في Systemic Review من الـ Inventory Studies بالـ 2018 نشر بالـ Clinical Oral Investigation لـ نيجيندرا بابو إت آل حول فعالية الإرواء المنشط بالألتراسونيك على تعقيم الأقنية الجذرية. أثبتت هذه الدراسة أفضلية الألتراسونيك اكتيفيشن على طرق تنشيط الإرواء الأخرى أو المحاليل الأخرى، وأثبتت أيضا بأنه نحن العملية الأجيتيشن هي بالفعل أفضل عموما من عدم التنشيط. دراسة إكس فيترو عن فعالية الإرواء المنشط بالليزر في إزالة ضماد مائع الكالسيوم بمقارنة طرق أخرى، والهدف منها نشوف فعالية الليزر بإزالة السميرلاير. الحقيقة الدراسة أثبتت أنه ولا طريقة أزالت الضماد بشكل كامل من خلال عملية الأجيتيشن، لكن أثبتت أيضا أنه الليزر كان هو الأفضل بين طرق أو تقنيات الأجيتيشن الأخرى. دراسة بالأورال بيولوجي ريزيرش بال 2021 لكون هوا سونغ إتقال مقارنة طرق تنشيط مختلفة بإزالة الرسج الرخوة من الجذور، عم نحكي عن الأورغانيك ديبريز. خلصت هاي الدراسة على أنه الألتراسونيك أكتيفيشن، خلصت هاي الدراسة على أن التنشيط كان له فعلا فعالية أكبر في الإزالة، خاصة مع في منطقة الإسماس، وانه الالتراسونيك اكتيفيتد اريجيشن كان فعاليته اكبر منها مع السونيك. شابوتا من خلال سيستميك ريفيو بال2019 ريفيو ارتكل اكد على انه الالتراسونيك اريجيشن يزيد من تنظيف الاقنيه، بس لم يكن واضح تاثيره على تقليل الميكروبس او حتى الى زياده نسبه شفاء الافات الذرويه. يعني كانت فعاليه التنظيف اوضح، لكن ما كان في محدد واضح يدل على انه هي الى افضليه في شفاء الافات حول الذرويه اكثر. حتى مع الارواء العادي بيحصل شفاء في الافات حول الذرويه. كان في هاي المقاله 13 دراسه اعطت افضليه للالتراسونيك، وثلاث مقالات اعطت افضليه للاريجيشن بالسيرنج وفق توصيات محدده. لكن هذا لا يعني بطبيعه الحال انه نحن يكون عندنا تردد في سياق عمليه انه نحن نعمل تنشيط او لا. بطبيعه الحال هناك كثير من المقالات اللي ممكن يكون فيها بعض التضارب في المعلومات، لكن هناك اتجاه بشكل عام على ان التنشيط فعلا هو فعال اكثر في التنظيف. وبشكل عام نحن في بعض الاحيان مثل ما بيقول مارتن ريز، غياب الدليل هو ليس دليل على غيابه. خلونا نشوف هذا الفيديو اللي يعرض لي مقارنة بين طرق الأجيتيشن المختلفة، نأخذ فكرة عن طريقة القدرة على التنظيف والوصول الأقنية الجانبية، تغلب على فيبر لاك والإكستروجن. ما شايفين حاطين فوسفوريك أسيد ضمن شيء بيشبه القناة الأول. هذا نحن عم نتعامل مع الاندو اكتيفيتور، هون نحن عم نعمل تنشيط بالاندو اكتيفيتور، نوع من انواع السونيك اكتيفيشن حكيت عنه في محاضره محاضرات والاباوت اريجيشن. هون عم يستخدم الالتراسونيك اكتيفيشن، الباسيف الالتراسونيك اكتيفيشن، وحنشوف انه هناك قدره اكبر نوعا ما على عمل الوصول إلى الثلث الذروي والأقنية الجانبية. طبعا تحمل خطر متزايد للإكستروجين خارج الإبيكس. التجربة الثالثة هي كانت مع الفوتونا مع البيبس مود، حكيت عنها أيضا بأحد المحاضرات. هون تستخدم تيب 600 ميكرون وباور 0.3 وات، شوف قدرة كبيرة على التغلغل داخل جميع أجزاء القناة والأقنية الجانبية. طبعا خطر متزايد للإكستروجن خارج الإبكس. هنا يتم استخدام الـ ED tips كمان حكيت عنها بأحد المحاضرات، تملك فعالية عالية. شوف أيضا فعل فائق في عملية الوصول للأقنية الجانبية وتغلب على الفيبور لاك. طبعا الاولى كانت تستخدم الاي دي تيبس بالميديوم باور، هون عم يتم استخدام الاي دي مع فول باور مود، شوف يعني كبيره كتير، بس بطبيعه الحال بيصير في خطر متزايد للاكستروجن للسوليوشن.
اخر شيء هون عم يطبق الفوتون ايضا البيبس مود بقوه 0.5 واط، كانت هون الباور اعلى من الباور اللي شفناها بالتجربه السابقه، ايضا قدره فائقه. فهذا يعني فيديو انا اخذته من اليوتيوب يعطينا فكره هيك عن التقنيات المختلفه بشكل عام. اكتفي بهذا القدر في محاضره اليوم، اتمنى ان شاء الله انه كانت المحاضره مفيده. ما تبخلوا علينا باللايك لتشجيعنا وتحفيزنا على الاستمرار وظهور الفيديو بشكل افضل، ايضا الاشتراك ومشاركه الفيديو لاكبر قدر من الزملاء. ان شاء الله الاسبوع القادم نتابع مع الجزء الاخير من All About Irrigation لنحكي عن خلاصه زبده كل هالمحاضرات اللي حكيناها، ناخذ تيبس وتريكس هيك تفيدنا بشكل يعني مختصر. كما جرت العاده دائما انا بتناول اي توبيك بالتفصيل وبعد هيك بنعمل مثل التوب تيبس تكون خلاصة للبعض اللي بيحب ياخذ خلاصة الكلام دون التعمق في التفاصيل. طبعا بانتظار ايضا استكمال تصويتكم على السلسلة القادمة المرشحة لانه تكون بين 3 توبكس كنت طرحتها، اما عن الاندايركت فينير او الميديكالي كومبرمايزد بيشنت مانجمنت في الدنتال كلينيك، او انه نحكي عن كومبليت دينتشرز دون كورس متكامل. القاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.